هو جيش ترتفع هامات رجاله لأنهم على الحق المبين. فمن يكونون؟ وإلى أي جيش ينتمون؟ إلى جيش مصر. فمن هو جيش مصر؟ نحن على الحق المبين، نحن على الحق المبين. لازم يكون عندكم ثقة في الله قبل كل شيء، ثم في أنفسكم، ثم في جيشكم وفي الشرطة المدنية. لازم يكون عندكم ثقة إن إحنا إن شاء الله قادرين، إن شاء الله قادرين على العبور بمصر للاستقرار وللأمن والسلام والتقدم. فمصر العريقة تستحق أن يبذل من أجلها الغالي والنفيس. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.